جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد رضي الله عنه ويتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ ما هذا السرف يا سعد؟ قال: قلت: أفي الوضوء سرف؟ يعني هذه طهارة واستعداد للصلاة، لو زاد الماء قليلا هل هذا من الإسراف؟ أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. هنا أنبه نفسي وأنبه أيضا الجميع، ما يحصل من كثير منا عندما نتوضأ بماذا؟ بماء الصنبور، بماء الصنبور، هكذا يقال له ماذا؟ الصنبور، بعضهم يقول له ماذا؟ الحنفية، وبعضهم يقول البزبوز، وفي أسماء كثيرة. المهم عندما يغسل الإنسان يديه بالصنبور، عندما يغسل يديه بالصنبور ماذا يحدث؟ في الغالب هذا الذي ذكر في الحديث، حديث سعد: ما هذا السرف؟ الذي كان يفعله سعد ما أظنه يقارب ولا يداني الذي نفعله نحن عندما نتوضأ بماذا؟ بالصنبور. حتى أيضا مسألة غسل اليدين ثلاثا عند البداية، وغسل أيضا اليد ثلاثا إلى المرفق، هذه ما تنضبط، قد يزيد الإنسان على الثلاثة الذي هو سرف ولا يدري، الماء يصب بشدة تحت يده ويحرك يده بحركة عشوائية ولا يدري هل هي ثلاث وإلا عشر، ما يدري. بخلاف ماذا؟ الذي يفتح الصنبور ويصب الماء صبا قليلا مثل كأنه يصب من الأداوة على يده ويأخذ، هذا تنضبط معه السنة. أما الذي يجعل الصنبور ينفتح على أشد ما يكون ويبدأ بعملية الوضوء، ما أظن أن السنة تنضبط معه، واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ربما يفعل عشر وهو ما يدري. أما الماء الذي يذهب فلا تسأل عن كثرته، ولو أن أحدا أخذ يجرب نفسه، أخذ الذي تحت المغسلة الذي يكون فيه تصريف الماء وجعله في سطل كبير، ربما سيجد أن سطل أو سطلين أو ثلاثة من الكبار ما تكفي للماء الذي هو استعمله في وضوءه. لكن بحكم أننا تعودنا ودخلنا في سرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر ماذا؟ جار. وإن كنت على نهر جار، وإن كان عندك صنبور وخزانات مليئة بالماء، فينبغي أن ننتبه. هذا أذكر به نفسي وأذكر إخواني، ولا تنضبط هذه إلا بتقليل اندفاع الماء، تقليل اندفاع الماء من الصنبور، ويأخذ الإنسان منه على قدر الذي يحقق به هذه السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يقع في الإسراف المنهي عنه.